هنروح تاني الخبر معايا أو تقرير معايا برضو مهم من وزارة الداخلية، هو قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وصل جهوده المكبرة لشن حملات لمواجهة الجريمة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الحملات خلال أسبوع في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضبط خلالها 680 متهما وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتسع قطع سلاح أبيض. هنشوف تقرير على الموضوع ده ونرجع نتكلم معاكم تاني. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 400 عنصرا إجراميا شديد الخطورة ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 18 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل وسلاح ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 323 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 680 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 825 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف 161 بندقية، 72 بندقية آلية، و48 مسدسا، و542 فرد محل الصنعة، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة، إضافة ل 1306 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 452441 حكما قضائيا بإجمالي 40467 متهما، من بينها 1775 حكم جناية و168110 حكم حبس و217308 حكم غرامة و65248 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 20 متهماً قاموا بارتكاب 30 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 73 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 98 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1307 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1434 متهماً وبحوزتهم ما يزيد على 191.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 433.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 30.5 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 19 كيلوغرام من مخدر للسلوكس، وعدد 23,940 قرص مخدر.